بيد المهم البشره ديالك حالتها حاله ومضمره ووجهك حالته حاله. عندي ليك واحد الوصفه ولا واحد الماسك خطير خطير خطير، تبعي معايا بجميع المراحل. ما تنساونيش باول حاجه هي باللايك وبالبارطاج، باش هكا تعمل فائده والناس يستافدوا من هذه الخلطه العجيبه ديال شي شخصيه اللي كنستعمل. يلا خليكم معايا. الشكل غتخلطيها في الوجه ديالك كاملو، اي بلاصه عندك فيها هذاك السواد اللي تيكون هنا، عندك دوك الحبوب الرقيقه، عندك الكلف، عندك اي مشكل في البشره بهاد الوصفه، والله البنات الا غادي ترحميني على هاد الوصفه وغتشكريني عليها. السلام عليكم الكبيدات ديالي، السلام عليكم يا اغلى وارقى متتبعات ديال قناه كوثر فلوكس. نبداو النهار ديالنا ولا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بألف صحة جيدة. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، على اللايكات ديالكم، على التعليق الغزالة بحالكم. ولأول مرة كيتصادف مع القناة ديالي، مرحبا وألف مرحبا بالانضمام للقناة. أشنو كتسي؟ ضغط على الزر الأحمر وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ديال أختكم كوثر. اليوم الفيديو ديالي تحت الطلب الغالية ديالي كوثر، عطينا وصفات من الوصفات ديالك ديال تفتح لون البشرة، بياض البشرة، شي حاجة اللي غادي تزيد لكم الكل في التصبغات، النقط السوداء الكحولية اللي كتكون هنايا، دوك النقط السوداء أولا البيضاء، المهم ما تكونش واحد الإشراقة في الوجه واحد البياض في الوجه، وما كتكون لكمش لون البشرة موحد. اليوم جبت لكم وصفه اكثر من رائعه، ولكن قبل ما ندوزو الوصفه ما تنساونيش الكبيدات ديالي بالبارطاج وباللايكات، حيتاش اكيد غتعجبكم الوصفه حيتاش مكوناتها طبيعيه ورائعه. بلا ما نطولو ياك، يلا ندوزو نشوفو المكونات. بسم الله على بركه الله، في اول مكونات اللي كنحتاجو في الوصفه ديالنا اليوم وهي الصابونه ديالنا دوف الغنيه على التعريف، شي حاجه اللي زوينه البنات هاد دوف، خصوصا هاد اللي كتكون ناتور ماشي ديال الخيار ماشي تاع اي مكون، هادي تكون طبيعيه زوين تفتح البشره، كتبيض لينا كتزيل لينا الكلف، مهم رائع البنات. اي وصفه من الوصفات ديالي خصني ضروري نخلط مع دوف، علاش البنات؟ حيتاش هي كتوافقني واي واحد عطيتو صراحه هاد الوصفه كتوافقو. المهم البنات، بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ولا كيجيوني تساؤلات ان صابونه دوف ما كتوافقهمش ولا ما كتناسبش البشره ديالهم، حيت كل واحد البشره ديالو يستعملوا اي نوع صابون اللي كيستعملوه شخصيا وكيوافقهم وكيحسوا بانه كيبيضهم وكيفتح لهم البشره، هذا ما كان. المهم البنات غناخدو، بالنسبه للصابون ممكن تاخدي الصغيره وتاخدي النصف ديالها. البنات بالنسبه لي انا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخد النصف ديال الصابون ديالنا ديال دوف، وغادي تحكيه في الحكاكه، من الاحسن تكون حكاكه رقيقه اللي تيكون العوينات ديالها رقيقين، غادي نحكوها هنايا النصف ديالها غادي نحكو، ومن بعد نرجع معكم باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. البنات ديالي رجعت معكم من بعد ما حكينا الصابون ديالنا النصف ديالها او الثلث، المهم على حسب نتوما. المهم البنات بالنسبه ليا انا درت القليل منها، حيت انا ديجا عندي هذه الوصفه ومقاده هذه الوصفه وبغيت هي نبارطاجي معكم انا الطريقه. المهم البنات غتاخدي نتيا النصف ديال الصابون ديالنا تاع دوف، وكيف ما وريتكم انا تكون هكا مبشوره رقيقه في عوينات صغار ديال الحكاكه. من بعد غادي نضيف لها المكون الثاني وهو الحليب البنات، يكون سخون الحليب كامل الدسم، يكون سخون البنات، ملبوطه كيف ما كتشوفوا معايا ملبوطه جبتو هنايا، يعني سخون بالمعقول البنات. ومن بعد غادي ندوب فيه هاد الصابون ديالنا اللي حكيت ديال دوف. صافي البنات باش ما يجيكمش لا فيديو ثاني طويل، غادي نحركها مزيان وندوبها في هاد الحليب ومن بعد نرجع معكم. صافي البنات رجعت معكم من بعد ما خلطت العناصر كيف ما قلت لكم، دوف مع الحليب خلطتها مزيان كيف ما كتشوفوا البنات، ما وريتكمش الطريقه حيتاش كتعرفوا تبارك الله تخلطوا، ما بيتش يجيكم ثاني الفيديو طويل. كتبقي تحركيها عادي بحال كتطربي، يعني كتذوبي مزيان هذيك الصابون حتى كتولي على هذا الشكل، شكل ديال سائله. نتمنى البنات تكون تتبان لكم كتضح لكم الصوره. صافي البنات غادي نزيدوا ثالث مكون اللي هو شي حاجه اللي جد مهمه في هذه الوصفه ديال اليوم، وهو حليب مجفف او لا حليب نيدو، المهم اي حليب مجفف، ممكن يكون عندك حتى تاع ولادك تاع الدراري الصغار استعملي، المهم يكون حليب مجفف. المهم هذا هو المكون الثالث كيف ما شفتوا معايا، درت الحليب السائل ودرت دوف ومن بعد خلطت عليهم الحليب المجفف، كتخلطي كذلك العناصر وكتمزجيهم مزيان كيتمزجوا مع بعضياتهم. كيف ما قلت لكم البنات هذه الوصفه شكرا راسها براسها، شي حاجه اللي واو البنات تبيض وتفتح، والنتيجه من اول استعمال كتحسي بواحد الفرق، وفاش كديريها كتخليها في الوجه ديالك والله البنات وما بغات احملش نحلف انها كتحسي بواحد الفرق، فرق رائع. هين وضحي يجي ليا العكس، صافي راه سخن الحال البنات، ما باقي تقولوا لي راه بارد الحال على الوصفات. دابا قيت الوصفات وحيدوا لي من لي فون دو تا وحيدوا لي من داكشي اللي كيضرب بالبشره،
صافي غنضيفو اخر مكون، وهو هذا المكون اختياري، بتستعمليه استعمليه ما بتستعمليه الا، بالنسبه لي انا كيوافقني بزاف، كيرد ليا البشره ملسه ورطبه بحال ديال لي بيبي. المهم هو الصلصال الابيض اولا الغسول الابيض، كيتباع عند كاين في لي بارافارماسي اولا كاين عند العشاب عند من ما. المهم يكون الغسول الابيض شي حاجه اللي زوينه وما كنستغناش عليه انا في اي وصفه، خصني ضروري نديرو، كنحس بيه انه كيوافق ليا بشرتي، وانه كتولي واحد الملمس عندي في البشره كتولي كدوزي عليها وكتحسي بها رطبه. صافي البنات هادو هما المكونات، كيف ما قلت لكم ضوف خلطت عليها الحليب السائل، خلطت عليها الحليب المجفف، وخلطت عليها الصلصه الابيض. غادي نحرك مزيان هاد المكونات حتى يتمجوا بيناتهم وحتى يولي لينا مكون اولا عنصر واحد في هاد الوصفه. من بعد نرجع معكم باش نوريكم طريقه الاستعمال. اللي صافي رجعت معكم بعد ما خلطنا المكونات كاملين كيف ما كتشوفوا معايا، كيولي كشكل ديال دانون اختي تخلط مع بعضياتهم. ها نتوما البنات كيولي بحال شكل كريمه. خصكم البنات تسمعوني مزيان، طريقه الاستعمال هي المهمه. اول حاجه غديري غدي ماكي وجهك، وجهك يكون نقي، من الاحسن ديروا هذه الوصفه يوميا اجور بالليل، يكون وجهك نقي من ديماكيي من كلشي. اول حاجه هي غتاخدي فوطه سخونه، يعني ديريها في الماء السخون وتديريها على وجهك حتى تحسي بالوجه ديالك سخن وتحلوا لك المسامات. من بعد غادي ديري الماسك ديالنا اولا ديري الوصفه ديالنا لمده نصف ساعه، غتخلطيها في البشره ديالك كامله اولا في الوجه ديالك كامله كيف ما كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل، غتخلطيها في الوجه ديالك كاملو، اي بلاصه عندك فيها داك السواد اللي تيكون هنا، عندك دوك الحبوب الرقيقه، عندك الكلف، عندك اي مشكل في البشره بهاد الوصفه، والله البنات الا غادي ترحميني على هاد الوصفه وغتشكريني عليها. اي كنتحدى اي وحده جربت هاد الوصفه غترجع عندي الكومونتير وغادي تقول لي الله يرحم لك الوالدين على هاد الوصفه. المهم البنات غتلصيها الوجه كامل وغديرها الوجه ديالك كامله، وغادي تخليها نصف ساعه بالحساب او اكثر حتى تيبس لك على الوجه ديالك، حتى تبقى في الوجه ديالك حتى تيبس. من بعد البنات غادي تغسلي تاني بالماء يكون دافي، غتغسلي وجهك مزيان بالماء دافي، من بعد تغسليه بالماء بارد باش يتسدو لينا المسام. غادي تغسليها بالماء دافي يعني سخون، غادي السخونه علي، من بعد تغسليها بالماء بارد. اخر حاجه تغسلها من بارد، الا كان تيوافقك ما ورد غسلي وجهك بما ورد، شليه بما ورد مزيان، من بعد نعسي. تبعي هذه الوصفه يوميا وردي عليا الخبر البنات، غادي تحسي بواحد الفرق رائع من اول استعمال استعملتيها. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه ديالي اليوم، هذه صراحه وصفتي الشخصيه العجيبه ديالي اللي ما يمكنش نديرها انا، لا دخلت حتى الدوش ندوش خصني ضروري نديرها في وجهي، علي كنكمل داكشي اللي كندير في الدوش، من بعد تنسالي علي كنغسلها. المهم كتوافق ليا البشره، كتبيضه، كتحسي بواحد التفتيح انك بلا ما ديري لي ماسك، بلا ما ديري لي فون دو تان، تخرجي هكاك بوجهك حمر وعارفه وجهك شنو فيه. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي اليوم، اهم حاجه ما تنساونيش باللايكات وبالبارطاج، وكنحماق عليكم وهبطوا لي كومونتير قولوا لي شنو الوصفات اللي تحبوا نديرهم لكم، كنحماق عليكم. فيديو جاي ان شاء الله وليت كيبوعو كنخلع، المهم اللي بغى العسل يصبر يقريص نحل، غنخليها في الوجه ديالي نص ساعه من بعد نغسلها. يلا البنات تهلاو ليا فريسكم، فيديو جاي ان شاء الله، بسلامه.